حين يقرر مصري أداء عمله باحترافية فتكون روحه فداء لعشرات الأبرياء، فهي بالضرورة رسالة تقول لكل مصري: افعل الصواب ولو كان آخر ما تفعله في حياتك. وحين تتسارع خطى هذا الملاك الصغير بينما أمه تسير مطمئنة قبيل لحظة الانفجار، فهو بالضرورة مشهد مصري خالص يقدم فيه المسيحيون بأجسادهم تفسيرا عمليا لقوله عز وجل: يخرج الحي من الميت. وحين تكون أول شهيدة في تاريخ الشرطة محجبة برتبة عميد، قدمت للوطن منذ عام شهيدا برتبة ملازم، فهي بلا شك دعوة أطلقتها فأجيبت: هكذا يؤمن أهل مصر. وفي زاوية أخرى للكاميرا، وحين يدرك الجاني أن محجبتين تقفان في الجوار بينما تمر بالمصادفة أخريات ثم يصر على قراره القاتل، فهو أمر يستدعي التساؤل: من ترى أقنعه بأن الطريق للجنة مفروش بجثث السيدات؟ وأخيرا، حين يكون كل عيد لديك ممزوجا بدم وكل احتفال مفضيا إلى جنازة، فأنت بالضرورة مصري بعد ثورتين غرس وروى ورعى، لكنه لم يحصد، فمتى يأتي الحصاد؟ إسلامي يا مصر.